للاسف هذا هو الانطباع اللي خرجنا به. انا شخصيا تفاجات بان كاين هناك يعني واحد الخلط في المفاهيم القانونيه. الزميل اليوم هو بغى يطرح مساله الاعتقال التحكمي مره اخرى، ما تيميش ما بين الحراسه النظريه التي تكون امام الضابطه القضائيه وما بين الاعتقال الاحتياطي الذي يامر به الوكيل الملك او الوكيل العام للملك. احنا كنعتبروا او القانون، ماشي انا، هذا القانون، بان الحراسه النظريه تكون امام الضابطه القضائيه، هي المده اللي كيكون فيها الشخص يعني رهنا الضابطه القضائيه اثناء البحث التمهيدي او التلبس الى اخره، اثناء اجراء المسطره ديال البحث والاستماع. القانون منظمها، كاين 48 ساعه فيما يتعلق بالجنايات، وكيتم تمديدها بإذن مكتوب من طرف النيابة العامة لمدة 24 ساعة. في الملف اللي حنايا فيه ديال توفيق بوعشرين تعتقل نهار 23، انتهت مدة الحراسة نهار 25، تم تمديدها 24 ساعة إلى يوم 26. يوم 26 أحيل على الوكيل العام للملك، احنا في احترام تام للحراسة النظرية. لما تحل على الوكيل العام للملك، الوكيل العام للملك تبين له بأن الملف بأدلته جاهز، وأن خطورة الأفعال غادي يتابع المتهم في حالة اعتقال يأمر بإيدائه في السجن ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وكيل الملك يقوم بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ماشي هو الحراسة النظرية، وتحل الملف على الجلسة طبقا لمقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. تعتبر بأن الوكيل العام لما يعتبر بأن الملف جاهز إحالتها على الجلسة يجب أن يحيله داخل أجل 15 يوم. لو وكيل العام الملك ما حالوش داخل أجل 15 يوم، هنا نقولوا كاين إخلال مسطري، يرتب مثلا بطلان أمر السيد وكيل العام الملك، الأمر هو الذي يترتب عليه هذا. في حين الوكيل العام الملك تحل عليه المعتقل المتهم نهار 26، حالوا على جلسة 8 مارس، ملي كتحسبيها بالأيام كتلقاي داخل أجل 12 يوم، يعني داخل الأجل القانوني اللي كيعطيه القانون 15 يوم. هذه المدة هذه اللي هو ولا مودع في السجن ووكيل العام الملك حرر صك الاتهام، ما كيبقاش عنده السلطة على الملف، صافي حالوا على الجلسة من صدوره والإحالة ما تيبقاش عنده السلطة على الملف. شكون اللي كيولي عنده السلطة؟ هي المحكمة، كيولي الملف ملك للمحكمة. الدفاع المتهم كيعتبر هذه الفتره هذه من 26 ل 8 اللي توضع فيها المعتقل رهن الاعتقال الاحتياطي، راه اعتقال تحكمي، راه خارج القانون. لا صعيب المحامي يقصد، صعيب المحامي يقصد يخلط في المفاهيم، هذه مفاهيم يعني محدده، ما يمكنش اننا نجيو نقولوا ان تعمدت نخطا، لا صعيبة. راك أمام هيئة قضائية ذات خبرة وسنوات طوال، وأمام دفاع عتيد كذلك، وأمام نيابة عامة، حنايا راه ذوي الاختصاص، ما يمكنش نتعمدوا كيولي تقاضي بسوء نية، ما يمكنش نتعمدوا. هذا أنا بلي كاين خلط، المهم على كل ما نضيف شي حاجة من غير هذا الشيء، هذا كاين خلط يعني غير لا يستساغ، غير مقبول ان يوقع فيه دفاع المتهم باش يقول لنا راه كاين اعتقال تحكمي، ثم ان لما توضع رهن الاعتقال الاحتياطي كان بامكان دفاع المتهم يتقدم رفع حاله الاعتقال امام المحكمه، عنده الحق في اي لحظه في اي يوم يتقدم برفع حاله الاعتقال، يتقدم كذلك بطلب الصراح المؤقت، ماشي يخلي هذا الشيء ويجي دابا كيهضر لنا على واحد الحاله اللي منظمه بنصوص قانونيه ويقول لنا لا راه هذيك المده راه كانت خارج اي قاعده قانونيه وبالتالي راه كان اعتقال تحكمي ورفعوا لنا الاعتقال وقولوا لنا بطلان المساطير، فهمتي؟ دونك هذا اشكال تطرح اليوم، انا اتاسف له واتالم له. المساله الاخرى كذلك اللي ترها الزميل واللي المحكمه نبهاتوا لها بالكثر من هذا، ان تطلب منه اعطينا الاثار المترتب ولم يستطع ان يحدد الاثار، هي هاد اكذوبه تعرض المتهم توفيق بوعشرين للتاديب. اليوم كيقول لك ماشي التاديب في السجن، التاديب هنا في الجلسات، وانا لاول مره كنسمع بان الدفاع يعذب متهم من خلال مرافعته. كيقول لك ان المرافعه ديال الدفاع المطالبه بالحق المدني ملي كيتقدموا ببعض الملتمسات وبعض الدفوع ديالهم راهم تيعذبوا، وهذا التاديب راه ما خصناش ناخذوه بداك المفهوم اللي اتفقت عليه المواثيق الدوليه واتفق عليه القانون، لا هو عنده مفهوم خاص
الزميل المحترم عنده شي مفهوم خاص للتاديب اللي تعرض له سي توفيق بوعشرين، وانا بقيت زعما كنبغي نسترجع الذاكره واش شي نهار سي توفيق بوعشرين جاتو شي حاله انهيار عصبي ولا جاتو شي حاله اللي كيبان فيها بانه راه تعرض لشي تاديب داخل الجلسه من طرف المتهم. حنا كنشوفوا السيد تيجي كيجلس عادي بشكل عادي تيتابع الجلسات الى اخرها، ولاول مره كنسمعوا بان الدفاع يقوم بتاديب المتهم اول مره. المحكمه كتقول له عطينا الاثار استاذ، واش هذا الشيء اللي كتهضر عليه عنده شي اثر على المسطره مثلا غطلب بطلان شي حاجه او على الحكم الابتدائي اللي حنا عندنا حق الرقابه عليه؟ لم يستطع ان يحدد اي شيء، تهرب الى دفع اخر، مشى عاوتاني لحاله التلبس، مشى عاوتاني لهذا، وبدا كيكرر دفعات سبقت ان نوقشت واستفيض فيها من طرف الجميع مره اخرى. انا اعتبرت بان هذه مساله تطويل ويعني واحد التسويف في المسطره اللي ما تيخدمش حتى شي جهه وما تيخدمش المتهم بالدرجه الاولى، لان فيه هدر الزمن القضائي وهدر الزمن المعتقل اللي هو توفيق بوعشرين.